السلام عليكم ورحمة الله. الله ينسي، أنا كان جاتني فرصة خارج البلد دي ولا بتلفت، لا بتلفت يمين لا بتلفت شمال، لأنه البلد دي كل ما يقول لك تضايقك، بلد تضايقك في أكلك وسلامك، أخير تختار. الصحية الصباحية فتحي علم للذكاء يا كريم، نقوم في صف العيس، بعد شوية صف الجاز، بعد شوية يمسي الغاز، يعني حالك كده بطاله. مع وضع البلد دي زول اللي يمرض وشوف له اضطراب برا وقروش وكده، عشان هنا الحالة صعبة والله. دينار الكويت عامل كم؟ عامل 600 جنيه. الواحد لازم يلقى له شغل برا البلد ده عشان شنو؟ يقدر يساعد نفسه. عصروا علينا والله الجماعة دي، والله بصراحة كده عصروا علينا يا أخي. أنا واحد من الناس والله يا أخي لو لقيت فرصة، لكن بشرط إنه شنو؟ الدولة تكون يعني دولة إسلامية. حبيت فكرة إنه أنا أقترب. يعني لو جاتني اصلا فرصة انه انا اقترب حقترب. لو لقيت طريقة يعني كون هاجر برا البلد دي اسافر ان شاء الله، وما هاجر راجع تاني البلد دي، لانه اساسا قعدها ما منه نفع ولا منه برنامج، انتهت من بدر البلد دي. اي انا بسافر يا رمزي فرنسا. سافر الله يقول صراحة. ودام بسافر ليه؟ لظروف البلد. لا حسافر طبعا يا صديقي، ان شاء الله يجي. لا ما حسافر. اكيد طبعا حسافر، لانه يعني احنا هنا كشباب والله محروم من حياه كثيره. صح الناس الزمان يقول لك يعني محروم من شنو، ما محروم من شنو، هم عاشوا حياتهم، لكن احنا لا، للاسف مظالم. اكيد حسافر، لانه اول حاجه انا تخرجت من الجامعه قبل سنتين، خريج كليه دراسات بيئيه، طبعا قاعد عاطل يا هو، لا شغل لا مشغله، فالسفر ده الحل اكيد. يعني ما حتوقف، على طول حسافر، وما بتمنى بلد عربي صراحه، بلد اوروبي بالذات المانيا، لانه اليورو عالي. انا ليلى احمد، محمد احمد كوتش، في مجال التدريب النسائي، تخصص تدريب رياضي. اكيد الفرصه مش لو اتيحت لي، انا ساعي ان شاء الله يعني اسافر قطر، و22 ان شاء الله ناويه احضر كاس العالم هناك. الهدف الرئيسي من الخروج من البلد دي معروف، يعني اي سؤال ده لو سالته لاي زول حيرد لك على طول، ايش العائد المادي؟ التدريب في السودان وبالاخص المجال بتاع السيدات ما فيه تطور، يعني ما اقدر اخش في مجال الكره السودانيه والحصل شنو، لكن في مجال بالنسبه للسيدات ما في تطور، عشان كده حابه اني امشي هناك بعد ما الم قروش كويسه، اجي افتح لي جيم هنا بصوره محترمه وان شاء الله. انا بسافر، الوضع زي ما الناس شايفه يعني تمام، بيحدي منه الناس هنا. شوف الخيار الافضل. طبعا كنت يعني عايش برا دي فتره 3-4 سنة، جيت يعني تقريبا ثانوي، فتره اولى ثانوي هناك. السودان يعني مشكلته، السودان جاي صح جميل وناس سامحين وبتاع، ناس جميلة، لكن مشكلة ما في شيء متوفر. أنا جاتني فرصة إن أنا أسافر بسافر، حتى لو ما جاتني أنا حازع فيها يعني، لأن البلد ما قدمت لي حاجة وما في حاجة، أنا طموحاتي أعلى من كده يعني. لو أتيحت لي فرصة أقترب بيكون فرصتي مؤقتة، ما أكثر من 5 سنوات، يمكن تكون لتحسين وضعي وأجي أعود، لكن الغربة اللي بتكون إنه أنا أنسى فيها البلد وأنسى فيها قضيتي وأنسى فيها هموم الوطن، أنا ضدها تماماً. كلنا عايزين يطلعوا، فأنا حارجع وشري سنتين اللي ورا. إحنا كان عندنا ثورة صح؟ كلنا شباب، الشباب دول يعني أدونا حياتهم لجنو، عندنا جهد، إحنا ما نقوم ننسى الشهادة دول، أنا تقول لا تطلع، إحنا مشكلتنا جيل تولد ما عندنا غيرة على الوطن ده. ما عندنا غير على وين جيل ما وطني بالمناسبة، فالغلط ما مننا تمام، الغلط من أبهاتنا ومن الناس القدام، لأنه ما غرزوا من الحاجة دي. يعني أنت حتطلع مروتك دي كلها حتكمل برا حتجي راجع، البلد حالة واجب اللي أنت حتطلع عليه ما حتقترب. من إيجابيات الهجرة الحصول على الجنسية من البلاد الأخرى، والتي تقدم حوافز للشخص المهاجر وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية أفضل. برضو من إيجابيات الهجرة إنها بتساعد على تنمية المجتمعات الفقيرة وتحسين المستوى الثقافي والاجتماعي. من أهم سلبيات الهجرة البعد عن الوطن والإحساس الدائم بالغربة، وأكيد من سلبيات الهجرة التأثير على الأسر وابتعاد بعض الآباء عن أطفالهم، لذلك يعيش الأطفال في بيئة غير مكتملة. الإصابة بالاضطرابات النفسية والعصبية، وأكيد من سلبيات الهجرة إنه البلاد بتفقد كثير من الأيادي العاملة
الوطنية. فقدان الهوية برضو من سلبيات الهجرة، سلبيات الهجرة الغير شرعية، ودي من الحاجات المهمة اللي لازم ننتبه لها. الهجرة الغير شرعية، نسبة كبيرة من الناس سافرت بالسنبك أو اغتربت بطريقة غير شرعية، تعرضوا إلى أحداث وإلى مآسي كثيرة، منهم من مات غرقا ومنهم من تعرض إلى مشاكل نفسية. فقدان الكثير من الأموال اللي بتدفع للمهربين، وبيكون في نوع من الغش وكثير من الوعودات، ودائما بنلاقي اللي بيهربوا الشباب بيوعدوا الناس وبيرسموا لهم أحلام كبيرة وكثيرة، وما بيدوهم فكرة عن المخاطر الممكن يتعرضوا لها، بيتعرضوا للاعتقال، وبيقابلوهم كثير من قطاع الطرق والمجرمين، نسبة كبيرة يحصل لها ترحيل وعودة إلى السودان، وبكون الواحد ضاق ويلات وحس قدر شنو إنه هو فرط في بلده وفرط في نفسه ودخل نفسه في مشاكل ما معروف لها أول من آخر. للحد من الهجرة، زرع حب الوطن في الجيل الحالي والتعلق بالوطن، ولازم يكون في حبة بتاعت وطنية وإحساس بالمسؤولية. السودان محتاج لكل شاب ولكل شابة، إنه ما في زول بيقدر يغير من السودان ومن وضعه الحالي إلا بشبابه وبالجيل القادم اللي هو معقود عليه كل الآمال. وأكيد دور الحكومة في إنها توفر للشباب فرص بتاعة عمل وتوفير أبسط سبل الحياة من تعليم وصحة ومواصلات لكل إنسان إنه يعيش في بلده معزز مكرم. القضاء على المحسوبية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة، حرية وسلام وعدالة اللي احنا نادينا بها تكون مطبقة في أرض الواقع. الغريب عن وطنه مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وصحابه. خلونا نعمر بلدنا وخلونا نرتقي بالسودان ونرجع السودان أحسن من أول. رسالة للحكومة وللقائمين على أمر هذه البلاد رفقا بالشباب وشوية بتاعت اهتمام بالشباب، لأنه أنتوا في النهاية بتحكموا في شعب، لما الشعب يطلع يخلي البلد هتحكموا نفسكم في النهاية. هجرة الشباب دي من المؤشرات الخطرة جدا، الأكيد ما جميلة، ما في إنسان بيتمنى إنه يغادر بلده ويسيبه، لكن الظروف والوضع اللي احنا عايشين فيه بيحتم على كثير من الشباب تخلي أوطانه وإنها تلجأ الاغتراب بكل وسائله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، في أمان الله وحفظه.